النائب دكتور عبد الحميد دشتي. ما يصير يا ابو عبد الله يا جماعه الجلسه، رجاء اخ حمدان، انا ما انا 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 قاعد اقول رجاء يا ابو عبد الله، زين قاعد اقول لك رجاء من بدايه الجلسه رجاء، وذكرت اساميهم ما اعطيتهم نقطه نظام، حتى اللي ذكرت اسامي ما مسك يا اخ حمدان. اخ حمدان انت رجاء يا ابو عبد الله، رجاء يا ابو عبد الله، لا يكون الهدف فقط انه يعني نخلق مشكله، رجاء ما يجوز يا ابو عبد الله، ما يجوز، رجاء يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، رجاء يا ابو عبد الله، رجاء يا ابو عبد الله، وارجو دكتور عبد الحميد، ارجو ان تركز في الموضوع ولا يعني تستدرج. تفضل دكتور عبد الحميد دشتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حقيقة لحظات اسى ما كنا نتمنى ان نناقش استقالات زملاء نواب افاضل. كل النواب عزيزين، ومعزتهم تأتي من وين؟ انهم نالوا ثقة الأمة اللي وقفت بهالصيف الحار في رمضان كل من هو تحت قبة عبد الله السالم. ولهذا النواب المستقيلين هم من نال ثقة هالناس اللي وقفوا، وبالتالي انا اعتقد كان يفترض ان هذا الامر يعودون فيه ليس لما ذكروه في معرض استقالتهم. احنا ما كنا نتمنى اليوم ان نخوض، المفروض نصوت استنادا للمواد 84 من الدستور و17 و18 من اللائحة، ولكن لا يجوز. هذا الامر يثبت في المضابط للتاريخ، سببوا الاستقالات وذكروا قول مرسل غير صحيح، فالمجلس لم يخالف المادة 100 من الدستور، وأطلق لهم لمرات عديدة روحوا واستجوبوا وسووا، ولكن بعد أن اتضح بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها فقد تصدى بشكل دستوري راقي جدا، والمجلس حريص على أن يحقق التعاون المنشود وفق المادة 50، وبالتالي لا يمكن أن يسمح لأي استجواب، خاصة الاستجواب الأخير، الاستجواب ذو المحور الواحد ب 11 بند، وأقر الأخوة الأفاضل المستقيلين بأنه كل لا يتجزأ، وهذا ما عقد المسائل عليهم. وبالتالي لدينا تجربة على فرض المحال وهو على غير الحقيقة والواقع، إن كان هناك من يمارس الاستبداد ضد أيا كان من النواب، يصمل هذا النائب كما فعل أبطال وأقلية المجلس المبطل الأول، وصمدوا وتصدوا وبينوا للرأي العام، ولكن هذا على غير الحقيقة والواقع في هذا المجلس. فالأخ الرئيس، وما نسب إليك من أن الإدارة سيئة هو مجرد كلام فارغ وغير صحيح، والحقيقة تكمن في عجز الأفاضل المستقيلين، وبالتالي لا نقبل أن يساء لا للمؤسسة التشريعية ولا لشخص الأخ الرئيس ولا لشخص أي واحد. بتروحون عجزتوا هربتوا، هذا أمر يخصكم، شأنكم تحت طائل من الأباطيل تنسبونها الآن، البارح باللقاءات التلفزيونية وأول البارح تتنبؤون بأن بكرة راح يقال عنكم ويشتمون، لا لا لا، سمعتوا الآن ولا واحد يسيء إلى زملاء ارتأوا أن يترجلوا من على صهوة الجواد، هذا شأنكم، احسابكم ويا جموع ناخبينكم اللي فرطتوا بوقفتهم تحت الشموس وصفهم بهالدور، حلوجهم مخشبة ينتخبونكم، انتوا بكل سهالة سلمتوها ورحتوا مشيتوا ليش؟ وبالتالي أنا أعتقد اليوم بانت ملامح الأجندة، عجزتوا شأنكم، لكن احنا الأخ الرئيس نطلب كل ما دار بهذه الجلسة والإخوان في مكتب المجلس وهيئة الخبراء بأن يردوا
بعد التصويت اليوم لحسم موضوع الاستقالات، لأن لا يمكن أن نترك كراسي فاضية، وهذه حق للأمة أن تنتخب ممثليها في انتخابات تكميلية ليكملوا المشوار معنا بأسرع وقت كان. وبالتالي الرسائل أو الاستقالات مسببة، يجب أن تفند ويرد عليها دستوريا، وخاصة من الأخ الزميل الأخ يعقوب الصانع، وهو تبارك الرحمن من جهابذة القانون، قد تطرق مفصلا، وكل ما استند عليه يجب أن يؤخذ، وكل ما طرح اليوم في هذه القاعة يجب أن تكون متضمنة الرد المسبب على الاستقالات التي نفوض فيها الأخ الرئيس ومكتب المجلس. وبالتالي يبلغ المستقيلين بخطابات مسببة ترد على كل الأباطيل والمزاعم الغير دستورية التي نسبوها. فالاستقالات وكل ما تم دقيقتين، الاستقالات حق خالص للنائب، والمجلس هو من يتخذ القرار، والأمر اليوم بين أياديكم الكريمة، ولكن الرد على كل باطل تضمنت الأسباب يجب، ومسؤولية الرئاسة ومكتب المجلس أن يرد على الاستقالة المسببة بتفنيدها، وهو سهل جدا. استشهدت بالأخ المحامي القانوني يعقوب الصانع والآخرين من الأخوة الزملاء الموجودين القانونيين، والكل بالتالي قادر أن يرد عليها، فما بالك لدينا ولله الحمد إداراتنا القانونية المختصة واللجنة التشريعية وهيئة الخبراء. فأنا أعتقد فعلا هم الأخوة الأفاضل، تمت المحاولات من قبل الأخ الرئيس، وأنا البارح الساعة 12 بالليل قمت ببعض الاتصالات، وكنت أتمنى وأرسلت رسائل وعودت اليوم صباحا، ما كنا نتمنى أن نناقش الاستقالات، كنا نتمنى أن نجدهم بين ظهرانينا في هذه القاعة اليوم ليستأنفوا ويعودوا عن ويعدلوا عن استقالاتهم، ولكن هذا اختيارهم، وبالتالي علينا أن نصوت ونحترم رغبتهم ونترك لهم شأنهم مع الأمة بعد ذلك. أما نحن فواجب علينا إثبات ذلك في محضر ومضبطة الجلسة اللي يعلمه أبنائنا والأجيال القادمة بأن استقالات باطلة بنيت على أسباب باطلة غير دستورية، يرد عليها ويثبت في المضبطة. شكرا الأخ الرئيس. شكرا دكتور عبد الحميد.